السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الخميس 14 من مايو 2020، زمن الحجر الصحي. نصور لكم حالة الطقس. هانتوما جو ماطر، شي حاجة اللي شحال هادي ما شفناها، ان الشتا تكون في شهر مايو. هانتوما شهر ماطر، علاش؟ على قبل الحجر الصحي. دابا الحجر الصحي دابا بحال هاد الوقيته راه كان الصيف داك العام. دابا مع هاد كورونا والحجر الصحي، هانتوما الدنيا كي دايره شبعانه. ما هادي من بين ايجابيات كورونا، واخا عندها سلبيات عندها ايجابيات. المهم هاد هانتوما السما بحال ديال اون ديغي ديسمبر جونفي. هانتوما السما كحلة. كاينه واحد الايه في القران كتقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هي هاد كورونا هادي. المهم هاد الفيديو درتها للذكرى، و هاد الفيديو المقبل.